اعلم رحمك الله أن المولد سنة حسنة وليس داخلا في البدع التي نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله وكل بدعة ضلالة. قال النووي في شرح صحيح مسلم المجلد السادس في صحيفة 154 ما نصه قوله صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة هذا عام مخصوص، يعني لفظه عام ومعناه مخصوص، والمراد به غالب البدع. وقال النووي أيضا ولا يمنع من كون الحديث عاما مخصوصا قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة مؤكدا بكل، بل يدخله التخصيص مع ذلك أي رغم ذلك كقوله تعالى تدمر كل شيء انتهى. فهذه الآية يا أحبابنا لفظها عام تدمر كل شيء، ولكن معناها مخصوص، لأن هذه الريح التي ورد أنها تدمر كل شيء سخرها الله على الكافرين من قوم عاد فأهلكتهم، ولم تدمر كل من على وجه الأرض، لأن الله تعالى أخبرنا أنه نجى هودا ومن معه من المؤمنين. قال الله تعالى ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. ومن الأمثلة على العام المخصوص قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل عين زانية، ومعلوم شرعا أن هذا الحديث لا يشمل أعين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن الله تعالى عصمهم من ذلك لقوله تعالى وكلا فضلنا على العالمين. واعلم رحمك الله أنه ورد أيضا في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود في سننه في باب ذكر الصور والبعث أنه صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم تأكل الأرض إلا عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب. وهذا يؤيد أن كلمة كل لا تأتي دائما للشمول الكلي، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، رواه أبو داود. فيكون معنى كل ابن آدم تأكل الأرض الأغلب، لأن الرسول استثنى في الحديث الآخر الأنبياء. وممن ذكر من العلماء أن حديث كل ابن آدم تأكل الأرض من العام المخصوص الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم.